وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا إنك سوقيب لي صلاة مغرب إن جمع مارك تاني ألا تكمل كدب إلهي وحنا إدمي إن المساجد كاكونا غانو وانكو اعتكافنو إنكو إلهي تبارك وتعالى كلي دون يا مارك تاني رضيهيس ما إلا قلنا غادا وحاو خير بدن ومساجده ما إلا فريستو اللغو اعتكافه وفدقوا كلي أجر لغا هلا ومساجد ويان هذا اسكا فريسة مساجد كاس وحتى حديث أنا دقيسا وقران أنا دخرسا وذكر أنا سمين كل يحدد مسكيت كاوي سقبات كل حفر يسطو أيا إلهي كون حريسا يا وإلهي كون قدام بداف لأن مساجد إلهي بس كلا عد كلام له وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مساجد وح الله لس إلهي جل وعلا إن لقوين يوم وإلهي تبارك وتعالى لغو عبده إلهي لغو بريو مالين مالمها كمذا أيا نبينا عليه الصلاة والسلام وحو أركي لن مساجد يدحدي سباهي بإله كلهم تكرر هذين أيا مركاب النبي يقول إلهي كوم سوء علي أبو كيولي هذا أركتان قد أركتان لن مساجد يدحدي سوحكو إبسان أيا موحكو إبن أيا وعدكو ترادان إلهي كوم بركة يد هذا هذا أركتان مسكين تدحدى ذقف بيلا هدوية كي يبوهن ينا أسأقنا واحد كتر آدم بنبو للهي كوم السوع ليد هذا إنما بنيت المساجد لما بنيت لها مساجد وح الله دسي عبادة الله بالله دسي مساجد إن إلهي لغو وينيو وإلهي لغو بريو وإلهي لغو عابدو وإلهي لغو دو هذا مساجد كالله دسي ما شدد كمسلمين تربيكو غايكا حرمان ومساجدك وفك مسجدك علاقة آنا للهين والدليل وحي الدليل تايقفك سيلاه علاقة لمالي مسلم كهلكو إلهي سكا حرمو ومساجدك تضبط إلهي جل وعلا مالك قيامها أوهرين دونو مالين تهارك ألم ويان هارك لأو سنجرين وحاكم ذبو نبي قد عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد لن قلبي يسمى قلب مساجد كحرينهم مسكيت علاقة له أيا كمد أبو نبي صلى الله عليه وسلم مساجد هنا وماشى النبي عليه الصلاة والسلام وهلك أمده كتر بيدي ويان وهلك صحابتي سعلمك وكبر ويان وفود مقالة المدينة إمان إيسا النبي قال لكول إنك سو إمان إيسا وماشى النبي قال نكسر دويني وكو استقبالي ويان عهدي النبي عليه الصلاة والسلام بركو النبي مدينة المنورة ويمدي لبا عمل بنبي مركب مدينة كدقاجي بنى المسجد مساجد بنبي مركب أوردس أمد أو على مدي عمل كالباد نبي مدينة مركب ويمد أو قبتين وحا كمدة هيد آخى بين المهاجرين والأنصار أنصار يا مهاجرين بنبي ولا لا أوكدي محونك ولا لي على أساس الإيمان إيمان بك ولا لي أخوذا وحو نبيه أساس وقدقي إسلام نماذا أيو نبيه أخوذا أساس وقدقي إيمانك أيو نبيه مارك تاني أساس وقدقي أخوذا إسلامك مساجد كامركا سوحو نغلا ماشا أمد نبيه كتر بيدايو دي دين لبرا ينا قفك مسكيد كالغو برايي هدي وفود نبيه وقابل ينا مسكيد كو قابل آيي هدو نبيه عيدا ما أدر ينا مسكيد كو كدر آيي هدو مارك تاني جماعة دين تيلاها يفدين يا أدر ينا مسكيد كو كدر آيي هذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمد أولا تشنعي المسكيد كالإحدى النبي كله تشنعي صلاة عشائب النبي كبحي هو استاقي وحيوري صلاة إلهي بأن نسيون وقفرد يلي لكن سيدان أمد صلاة أن يقول لهم بأن نقر رواية كتلب بحي أبو رسول كله دانت أمد وبن نبي مسكيد كبلا بي
سدين أمد صلاة حقيقة أنا أقول يدنا وطلو وتشي وتيلايمك أمد بفهم الله وردين تتشي بأوبا أنتها دين تندقيس كلي أمد باهنا دين تنوحي أوبا أنتها عاقلك يا عالمك كيري يا كوين فقير يا غني مدح ذيني مجيه ننتون مساجيد كوكولانو صلاة وكوكولانا الحمد لله لكن وحى الله ربعينا كوكولانو دين تتشي جينا كوكولانو سيدان أمد صلاة حقيقة أقوية نعم صلاة النبي إسيقى الله سودي بي هل أحكام تكالا أردن النبي أرلاد إسيقى جوغ الله سودي بي جبريل عليه السلام سوان كمرك أمد الله فرد يلا جبريل با الله سودي بي زكاة مرك أمد الله فرد يلا جبريل با الله سودي بي حشك مرك أمد الله فرد يلا جبريل با الله سودي بي العبادات أنواع العبادات وردن مرك النبي يومد إسيقى الله فرد يلا جبريل با النبي الله سودي بي أرلاد أقو كينا يي لكن صلاة مرك النقطي صلاة النبي محمد با انتو ارلاد اللقاء قاضي والله ديل ميي وهدنا المعراج لو بلابي الليلة الاسرة والمعراج اي نبي الهي اللي سو مناجودي بان شانتا صلاة دوت با نبي اللو سو دي بشانتا صلاة دوت لكن هبكي امد صلاة اللو يرى يي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا امد دي سال لو دافين كفكرتي كتشت بركان نمبا نسحابي يا يدي مركز أني وحيلق من بر النبي الله إن بر حديد بر حديد أخذ فن مركز قوض أمرك الله مغلو لا تقوي مغلا يعني بواق أمرك برت الله دعايو لأن مسجد كي إيمان يعني مرجع النبي يقول تان نصارى يا استعمار شو جرس ويان تلك لك هنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام نك لا يدي أني أنا وحيلق من إن دبش إنه ودبك أمرك الله رقيق يسيه له عيسى أي مسلمين تجارنا يا صلاة أختي يجينو جاري لأن صلاة إيمان يعني تانا قال على العادي يدبك عبودا استعمال شيء تلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام لأن مركا هذا ننك لا يري أنا أنا وحيلة بوغ الله ففورين تانا يهودا استعمال شو عدد يهودي تك لك النبي يقول عليه الصلاة والسلام سورة يا حبيبي مركا مدة دير سعتي النبي يقول أرجع ساعة وهاي نقول بريا صباح ده هاي نوها تبر رسول يقول سيدنا مدة مساجد كوس واحدنا سيدنا مدة عن صلاة كوس واحدنا سيدي أمد الإلهي أغوحر أنت أي النبي قال عليه الصلاة والسلام صحابتي سكالة شنية صلاة دواء صلاة أوقات ديدا إيا كيفية ديدا إيا إنت ركع عضوضة إتهاي إيا هي أدى الصلاة إيا أوقات لدكن كلها ووحي ويا ووحي وعبادة ويا نبي قال الله وحي ودي لكن كيفية دي أمد صلاة الله أغوير لها وحالو دافي نبي قال أمد سنية كتشتو هل قام عاد كفهم إيسا سيدي مساجد شغال الله دي سبي كما تشورد ان ددك مسلمين تدنت امدا طلب امدا محا امدا ودنا دينتودا محا ودنا ادويتودا محا ودنا نولشودا خاصك محا ودنا نولشودا عامك محا ودنا ان امدو ارغا مساجد دخدد اي كغتشتو وشرع الهي نوسو دجي ويان وسنه نبويه لكن مهجور ما انت لغا يجرود امدو كين دراستي ويان صلاة الصبح مركي لغا بحي النبي يقول ايا حليت ولا اركي من ريو شو ردي باسوت طلبي باسوت تشيكي دين تا سودا ني صحابه دا كميدا ها يو ولي برك بو سودا دا كميدا ها ايا الى حليت ولا انو دنا انا كسي لولانيا دنا انا كسو جيدا ايا مغلب ودي دواق ما دغتيدا لو دواقايو اريدي نوان حسوسن هي النبي الله مرغا النبي اريدي ما حسوسن تا ها بل اريدي حلي دغتيدا لو دواقيد مغليس نو شيك مركز سيدا ينكى عذابك بسيدا الله أكبر الله أكبر مركز سيد عمر بن الخطاب أنا قلنا منام كحاله وأنا أركي ليه نم الصحابة دي كمذا إيشكمت بيدا دي أنا قلنا حال الرياضة وأكون رياضي مركز النبي يقول أذن كني واقاسة لكن عذابك كبلال برب رسولك كيدي شو رأك سعنة زي مسكت النبي جينا تشي حتى سيره وحكته الله في السنن قال امرك الله سوق قبتقار كون النبي و خولن جرى مسجيده كو دخيره ثمامه بن عفال با كمدا في صحيح البخاري رحمه الله سري النبي قدري مرغا سنن كا سوق قبتان مرغا سنن كي النبي الله كاني ما غرن سنن كان ما غرنينو و ثمامه بن عفال وملك اليمامه هل جا يغ خيره بن مسجيده دخيره يغ دخيره ساجد كي واجل مركاسا هلكي با لوو دخيراي مركا النبي غريري هي سيو تگي عنتو اوغا سو قاداي
hashi irmaanida nabiga noo maalaya caanahayna uga soo qaaday markaasuu nabigu halkii ugu keenay uu hooca oo nin xirxiran markuu cuntadii siiyey oo caanihiina kabisiyey buu ku yidhi yaa Thamama iska soo islaam markaasuu ma islaamayo buu in taqtul taqtul daa damin wa in tuncim tuncim calaa shaakirin wa in turiidu lmaala fasal maa shi'ta buu ka yidhi yaa Muxamed haddaad aniga idishid buu ka yidhi nin nin dhiiggiisa dhulka u dhacaya ma yihin buuyi tol baa iga dambeeya buu yidhi haddaad igaladaysatidna maantood xariga iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buu yidhi anugu waan abaal gudi haddaad maal iyo adduyo doonaysana sheega waxaad doonto waan ku siina laakiin xariga iga sii daa markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi may kuma sii daynayna buu ka yidhi habeenkiibuu halkii ku baryey cashadiibuu nebigu haddana u keenay hashii nebigu caanaha uu ka maalayay isaga looga maalayay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayuu u keenay caanihiisi markaasuu ku celiyey haddana uu iska islaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa nin gaala oo mushrika caanihiisii intuu keenay siinaya xeraadku ku casheynayana intuu soo qaaday buu hordhigayaa markaasuu weliba u khidmaynaya u adeegaya ayuu leeyahay soo islaam muxuu nebigu ninkaa la maagan yahay inuu naar ka badbaado masab ka dooni maayo lacag ka dooni maayo shuhrad ka dooni maayo waxa keliya ninka nebigu uu ka doonayaa waxa weeyaan inuu soo islaamo markaasuu ku celiya haddana yaa Muxamed haddaad idishid dhiiggaygu dhulka u dhici maayo waa layga dambeeyaa buu yidhi haddaad igalladaysatidna maanta ood isii daysid ood xariga iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buu yidhi anigu ma ciyaar nin kaftamaya mayhi buu yidhi abaalkaaga waan gudi haddaad adduyo doonaysana xoola waxaad doonaysa i weydiiso madax furasho waa ku siinaya xariga iga sii daa markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi may markaasuu dee waxaaga aniguna ma islaamaya buu yidhi haddana maalintii saddexaad sidii iyo sidle buu nebigu ninkii ugu khidmeeyey xeraadkii buu u keenay caanihii buu u keenay markaasuu yidhi yaa Thamama iska soo islaam sidii unbuu isaguna ku jawaabay markaabuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi dilkiisu waxba inoo tari maayo xadhigga ka sii daaya haiska socday buu yidhi sii daaya markii la sii daayay magaaladii madiinuu ka baxay beerihii beer ka mida buu galay ceel ay lahayd buu biyo ka soo dhaansaday uu ku soo qubaystay oo uu soo maydhay masaajidkii nebigeenna uu ku soo noqday isaga oo leh ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu usalli rasuulkeenna sal allahu alayh wasalam markaa buu yaa rasuul allah diintaadan diimaha ugu necbaa laakiin maanta laga bilaabaa diintaadan diimaha ugu jeclahay dalkaagaan adduyada ugu necbaa magaalada madiina ayaan magaalooyinka ugu jeclahay wejigaagaan wejiyada ugu necbaa maanta laga bilaabaana dadka ilaahay abuuray adaa kugu jeclahay buu ka yidhi maxaa bedelay ninkaas saddexdii maalmood ee masaajidka nebigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku dhexidhnaa masaajidku waa meeshee waa meesha raxmadda ilaahay ku soo degayso waa meesha malaa'igtu ay imanayso waa meesha muslimiintu ilaahay ku xasuustaan waa meesha qofkii soo galaba loo dembi dhaafo weeyaan waa meesha nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu u doortay inuu ummaddiisa uu ku tarbiyadeeyo haddii dad diin la barayana ahdigii nebigeenna masaajidka nebigeenu ku bari jiray haddii dad la islaaminayana masjidkaa lagu islaaminayey haddii jamaaco la diraya masjid buu nebigu ka diraayey haddii wafuud nebigu qaabilayay masjid buu ku qaabilayey laana masaajidku waa aqalki ilaahay meel cid kale loo nisbeynaya ma aha fadhiga aad fadhiisatay baad ka faa'iidaysan iska daa wacdiganba wacdiga waa dad waa sheegayaan xataa haddaad waxba ka fahmi weydo fadhiga masjidkii aad fadhidaa ilaahay kugu naxariisan laakiin dadkeenna maxaa fadhigii masjidka ku adkeeyay maanta masaajiddii waa mahjuura waa laga hijrooday halkee camiran maqaahiyaha camiran maanta majaalistii qaadkaa camiran meheradihii adduyada ayaa camiran afar iyo labaatanka saaca adduyada meelahaygu waa macmuur laakiin masaajiddii raxmaddu ku soo degaysana waa mahjuur maanta axabu lbilaadi ila allahi almasaajid dhulka ilaahay meelo ugu jeclaa waa masaajidda meelihii ilaahay ugu jeclaaba naftu ka ordaysaa maanta oo nafteenu ay ka didaysaa meelihii ilaahay arrada ugu necbaana
نفتيني ما أنت ويكون حصل إسا محاب بدل إنك سده ذا مال الموت مساجد النبي عليه الصلاة والسلام خير كي وكم مغلايي خير كي وكأركايي أعماسي مسجد النبي صحابة وإيك قبنا يين أيا نلوش يسيله إنك أكو بدلين مرقابول يا رسول الله عمر عن السعباء ما نسي السعباء بسوان اسكن نقضاء مرقابول نبي قرر ما يرضى عمر يسو لكن وحو نبي قرر مرقابول شيئي أركانتي عمره شيئي إلا عمره يحشك واسو جرين زمن جايلي عربتو حتى ويحجين جرين وين عمر يسن جرين مرقابول نبي قرر شيئي أركانتي عمره صدا يا صدا يا صدا مرقاسو مكسو قلي وعلى الواسحابي يقولوا الرئيسي مقالا لمكا الصغلا يسقوا ملبيا يسقوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وصحابي يقولوا الرئيسي التلبية دي إسلام كاللي مدي توحيد كاللي مدي مقالا لمكا الصغلا يبوها ثمام رضي الله عنه قريش أي أمر كيبا كسو أروت وحي كوي قادين وحنا سوق على ثمامة وإنا دين تاني أتكب حدا معاك جرا مرقى سوري مرقى ورب الدين من هاي السنة دين تي النبي محمد الله يدب الرعاية بلانوك السلام الله دخلت دين محمد بكير دين تي النبي محمد الله يدب إسلام كي لهين وقو السودي بي أيا رانوك ما أنت لقب بلا بأن كمل هاي هل كي قبولي تات سوى غير سانة وراء مقب حبا أركو عمر يستي والله قد حواي لماذا لأن نكن وابقر انتظر لقعنا حنطة شعيرك لقعنا بل جيسوك بحا قريش ويت قانا مركز وحيس إذا نكاه نقول تابنين هذا نقول تابتان بقالوه نجاري مر الله مركو عمر ذي دم يستي سقوي مدو كويري قريش إذا جيستا ما أنت لقى بلا با حنطة حبا حنطو شعيرة دل كي يجيني جاي مني ميسو إلا نبي محمد وأمر سيئو سيدا يدو إلى هذا مويان إما إنكو دين الإسلام رسولك لمويان لبدا أحبك من حيان بودي وأنك أبوه الرئيب على الإسلام ماذا درادت قريش أصار حصار عنقبتين إبقى عنقبتين تأيال لسارة رياسة أرتا إسلام قال لسارة محال أبوه سارة يا لأن أدوية دي بجعلات أدوية دي بدوي نيسي وحي قالت وعبودين بلدكونا لا عبودين بركا وكا ادغي هنا اوغو خط كو كي بعد قشاي مرغازا مركيو دلغي سكو نوقدي با قومغي سوي ودا اسلامان مرغازو ما يالدي مكه شعير هودر نبي حنت هودر نبي كاي كجوجيا مر اللي مركي اي مغلي ريم مكه نينكي او كجوجيا راشنكي بدا عدي بعد اسعارتي دي با كعدي مركز قريش النبي ورقته سو قرتي كل دوريان إليهين يا محمد يا محمد دين تادي ما وحي كفر إساء إن الرحم كابي أدقوسي ودقاجو كدشي مركز النبي قم قلي عليه الصلاة والسلام مركز سو يري ثمام بن أثال بن نبي ورقته قروح وكو يري طلق إلهي بسوا هذين دوني إنه قسيدة بكير الرشن كوسيدة مساجد خصاص وحب الدلاء وما تربى في المسجد نبي عليه الصلاة والسلام صحابة ليس رقى تاريخ ذو ما أنت عالم قد الله قوة ريري إلا ليهي حدي رقى سيدوية مرلبا لمن لهايين مشكلة عالم قد الله يكا حلين لها بينا قال ذي قال ذي للها وين دار قرطه وخبراء لقول شيئا وركوا وهو كسا أرين إلى ذلك عمر بن الخطاب نك إلى هذا عالم كم من سيم لها مشكلة عالم قتال ليس قوم بحل كري لها مركي آخر استين سيرة دي عمر حقيقة صوب حرقاس أين تخرجوا والله عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا مدينة مدارس قرآن الله قبرتنا ميلهين معاهن ميلهين جامع ذن ميلهين ما شاء يمد وحكبرت المساجد بها مساجد ما شاء النبي جينا عليه الصلاة والسلام ومد وكتر بيدين مسجد واحد مسجد
إمامكي مسلمين تا إمام أميركي مسلمين تا في علم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الصخر أي أنتو مسجد النبي أنه كبحو أي سوغ أنتو تقوه رنجري ورواد خسارتان ورواد خسارتان والخير باين دافع محانا دافع وعوه رنجري ورد حالك النبي الله قيبني أن أرضو قيب دينك سوقات ميراث محمد يا بحالك النبي مسجد قلقو قيب سنة يا مرقاس عبادك قار أم ليني يعني العقل قيب سنة يوم لأنه هو سويا عين مساجد كيما يمادين واحد بيقول لك قيبني يا مركي أركي وايين أي أبا هريرة ولي هالكي تاغن والجولات هي الزيارات هي السمين أي أي كويرا ذن يا أبا هريرة مساجد كي وانت بني واحد حلو الله قيبني منو أركي مركز سوري مساجد كي ما تكتين ها وانت بني وأحد من مسجد كي ما دركين ما هي مسجد كي بدوي جوغين بدك مسجد كي جوغين محي سميني بلي شيء قبولي والله قرآن بآخر سنين قال صلاة دي تكنيين قال إلهي بي بريين قال علمي بي برنيين مركب رواد خسارة بولي ها ذاك ميراث محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعالك أمدي سوء قتلي وشغل مسكيت تقصوا على تنبولي إن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما أنك وعدان أركي أنبياء نحب رسولك يري دينار يدرهم لأننا ما دحلب رسولك يري أنك وحا لأننا دحلب نبي علمي لك دحلب نبي علمي حريرك إلهي بن آذك كده حياء نبي لك دحلب نبي العقل قد على قرآن كما شيء نبي وحا لك دحلب إلهي معرفة ديسا لك دحلب دين تايا لك دحلب دريك آخر الآية لغا دحلا الدويدني آخر وحي قفك كوهك آقاي أي النبي ذا لغا دحلا أي النبي ذا لغا دحلا برقاب النبي قولي يا هاي أنك وعدان أنبياء دي آنا هاي دينار يدرهم لغا من دحلو وحالا نغا دحلا برسولك ويرمارا تاني علم نغا علم غا قاتنا نصيب وين بو قاتب رسولك فمن أخذه أخذه بحد وأفر بو نبي قولي أنبياء العلم إذا لقد أحلى ومحي علاقة مع الله إذا لقد أحلى ما لنبو النبي عليه الصلاة والسلام مسكيت قصوك لي وحوارك ننرر بادية وصلاة كناية وصلاة دي نحن دينا كدعى سناية وشتاق النبي ومركا دعا دي بولا قيست ودعا عجيبة دعو بقول قصة وإلهي أمانتيس يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مثاقيل الجبال إلى آخر كيغا مركب النبي قد أبا موسى الأشعري بوية روح كيري نكاد على مركب دم يأيكم بكيري مركب الله يرنك النبي قد دون ينمره مرحبا مركب النبي صلى الله عليه وسلم غنم مركب الله صوق هذا وحول مركب وقيبين يجي ayuu kiish lacag intuu ka soo dhex qaaday buu nigu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqir oo reer baadiya oo kuus lacag loo dhiibay ka warma saas uu qalbi u farxay markaa buu nabigu ku yiri lacagta sababta aan ku siiyay baad garan buu ka yiri markaas uu dhahaa maxaad u malaynaa ku siiyay dad tolnimada isii sabuuri markaa buu nabigu ku yiri waa runta رحم كن حق وإليه وحل سوسية لكن لعقت مجددا كوسية وحويان بحسن ثنائك على الله سدى الهدر تولي لها يا ذو أماني سي أي كفر حب رسولك تادر تبن كوسية بولي سدى الله هو بريس سدى الله هو أماني سي وايو مقصود كالنبي إذا دبي الله كان يبقى أها إن ابن آدم كإله كحران مركو أرك النبي قل شغلي سيو الصعطة وكفر حي النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أوصي تعلق إله عيدتك أي لليهين بأن النبي أكتس كوين لعبت أكتس كوين حتى في سيرة عمر وعبو طالع غنيمة ذي أيوم علم المال ما كمد عمر دون فريستي مرقاسو أقيبنا يا صحابة مرقاسو أركينا يا رب عنقوان markaas uu yiri gacanta maxaa ka gooyay buuro xir qaswadi halkaas ahay
ayaa dhaawacan lii geystay buu ku dhaawacmay. Markaasuu lacagtii buu cumar soo qaaday, kun buu siiyey, kun kale ugu daray haddana. Markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagan yahay, lacagtii buu tirsanayaa. Markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad, mar alle markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa, kun kale haddana siiyaa. Markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhiftay halka yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay, markaabuu kun kale qaado uu tiriyaa uu siiyaa. Mar dambuu cumar markaa uu waayo ki yaraa. Markaasaa lagu yidhi cumar baa war ninkii meesha jooga meeye, waxaa la yidhi xoolaha aad siisa badnideeda ayuu la dawakhay uu ka socday meeshii. Wallaahi baan ku dhaartay buri cumar bnu khadaab, hadduu ninkaa halkaa sii joogi lahaa oo isheedu mar walba naburkaa diinta ilaah loogu dhaawacay isheedu ku dhici lahayd, xoolaha halkaa ayaa la isagaa ku dhammayn lahaa buu yidhi. Mana ilaahay dartii u cawirmay oo diinta dadaalkeega iyo kuryeelkeega iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunye ka haysan buuri anigu may, wallaahi waan ku bixin lahaa buri wax meesha yaalo dhanba. dadku inay ilaahay jalla wacalaa ku xirmaan baa muhiimaddu ay tahay. jannada dhan ee adduunyaduna waa ilaahay macrifadiisa. imaam ghazali raximahullah ayaa odhan jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa, ilaahay garo bas. sirta noloshaa raadinayaa bay kuodhan soomaalidu iminka. xaggeed ka raadin? dhoof. xaggeed ka raadin? lacag baan samaynayaa, lacag. sirta noloshu raggii fahmay baa kuu sheegaya, dhegayso. imaam ghazali raximahullah wuxuu yidhi jannada adduunyada ninkii doonayo waa ilaahay macrifadiisa hel, jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa. laakiin nabigu lahaa sal alay wasalam ahlaljannahu markay jannada galaan ilaahay baa ku odhan doonaa turiiduuna shay-an aziidukum, ma rabtaan shay kale oo jannada ahay, wax kaleoo jannada ahayn oo aan inaygu daro. markaasay ahlaljannahu odhanayaan alam tubayid wujuuhana watudkhilna aljannata watunajjina min annaar, yaa rabbi miyaad wajiyaasheyda noo caddaynin oo naartaadu naga badbaadin oo jannadaadina aadna gelinin, ma wax jannada ka fadli badan baa noo haray. fayakshifu lxijaabu, nebigu uhi ilaahay wuxuu iska qaadayaa xijaabka. famaa ucxuu shay-an axabba ilayhim min annadar ilaa rabbihim, buu nebigu yidhi ahlaljannaha lama siinin waxaaduuga looga kalgacayla badan yahay ilaahay jalla wacalaa daawashadiisa. marka ilaahay daatadiisa ay arkaan, ilaahay jamaalkiisa jalla wacalaa iyo kamaalkiisa marka jannada dhexdeeda ku arkaan, jannadii ay ku jireen iyo xuraacayntii way halmaamayaanba. marka jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa, noloshan adduunyada sirteedu waa maxay? ilaahay garo. ilaahay garo macnaheedu waa maxay? maqsuudkii ujeedadii adduunyada lagu keenay garo, hadafka lagu keenay waa maxay? ilaahay caabu, ilaahay bari, ilaahay baahidaada u sheego, ilaahay weydiiso, cid kale waxba ha weydiisan. idaa sa'alta fas'al illaaha waida istacinta fastacin billaah waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ilaa bishay qad katabahu allaahu laka, haddaad weydiisan buu nebigu leeyahay ilaahay wax weydiiso. ixfad illaaha yaxfadka, ilaahay ilaali amarkiisa, adi ilaahay baa ku ilaalin. markaas ilaahay haddaad ilaalisid amarkiisa, ilaahay baa ku ilaalin, siduu doonuu ku ilaalin, meeshuu doonuu kugu ilaalin. ibraahim calayhi salaam dab dhexdeeda lagu ilaaliyey, muuse calayhi salaam qasrigii fircoon ayaa lagu dhex ilaaliyey, yuunus calayhi salaam caloosha kalluunka dhexdeeda lagu ilaaliyey, muxamed calayhi salaam gaar godka dhexdeeda lagu ilaaliyey. qur-aanka akhriso, qur-aanku waa bayaanka ilaahay, bayaanka makhluuqa maaha, bayaanka ilaahay dhegayso. bayaan hadaa bayaanun linnaas, ilaahay baa sidaa ku leh. haddaad ilaahay amarkiisa aad ilaalisid, yaa ku ilaalin ilaahay siduu kugu ilaalin, siduu doono, meeshuu doono, xilliguu doono.
إلهي أمركيس إلهي بس صلاة هو أمرك إلهي صنك هو أمرك إلهي إسلام لماذا هو أمرك إلهي أمرك إلهي وكو أمر عدك إلهي بس ملك السوء جوكت إلهي أمركيس كو إلهي ما عم مسكيتك بحدي ذكالية ملك السوء جوكت نولا السوء دنبا للربا إلهي كإنك كعب صوت بل يرمى إلهي كعب صوت ودعو إنه إلهي كعب صوت وفقر إلهي كعب صوت وقنا إلهي كعب صوت وسفر كاك إلهي كعب صوت وحضر كاك إلهي كعب صوت ومجتمع دحيب إلهي كعب صوت وخلول هذا إلهي كعب صوت مركات كنكا تاي إلهي كعب صوت مسؤولية إلهي كعب صوت هذا إلهي أمر كي سعاد إلهي لسد إلهي باكو إلهي 40 كالنوبي قال جرداني رحمه الله شرحي سوحو كشه قصة عجيبة حديث كاس رابع رضي الله عنها هبين يدو تكنيسا أيون نتوك أقل كيكو صوت عيبا ليدي مركاسو أركي هوين يسكت تكنيسا أو أن إن يرنا عن عبسني ما عبسنيسو وين مقاشا شنقدا إنو توك أقل كيكو صوت عيبا أركيسا لكن ما دقاقين ما شهدين كمي دقاقين صلاة دين كمي بحن وعلى روحي أقل كألابو تالي ألابو مي أوليني وحي يالي مركو أرسلو لبح إردي وكسو قليبا كن نغطة مارة تاني قدار بكن نغطة دربي مركاسو يابي وصال نغضي حدنا ويحولي هالكاد كسو قشي هالكاد كسو قشي معين الباب كو فري هو أركا مرة اللي مركو الباب كسو قليبا وحو أركا الباب كو حرام دربي ومضاحة كن نفتا قدار مركاسو يابي هذا أصول نقول دركشي كي ودبو قات دركشيوني مركزو هل كيلو سلعي وات هل كسر قشيف فرنا كبح مركو قارن ماشوا حرام تهيبا علابتي وستي ودم بود دقي بالي لا سلعة كبح سيدي وسوي وعولك هذا سلعة كبح ذي بكويدي وحياة كعقة واني كود دقي الباب كالك ودقي حقي شيء بكويدي 40 كنوي وجايو كشيء جرداني شرح حاس تصدق مرقاس قلت له أنا هو الباب كمحرم الباب ده حاجة صار الله جحدا بيت الحاجة صار إيه ما دون السين الباب كله قافرها توبت كم بقلت له بل النقاد إلهي نظم قنص ودم بدم بعد كده عين وتوجد عبافة إلهي وبلغات ويقبل نبوري ما أنت الله قبل أبينا توبت كم هل مركل يا مركوس ده يريت له الباب هو قاس كبح الباب كيبو كبحي ويسجوده وحي تري يا ربي أنا جواك قلفتي سوى سوجدية قلبي سادق أكون شغال إله وقلبي سوجدية بكتلي سادق بكتسدي بكتو أبدك يعني إلهي عباد أمرك سعد إلى لسيد هلم بسس في القرآن كان يقول في ربع إبراهيم عليه السلام دب انتو الله شريب الله قطره من جنيق والله قطره من جنيق من مكان بعيد برقى إبراهيم مركوسيد بعيدنا ملائكة ودن باوتي مدي مرقاس قدن بيت جبريل بايمد عليه السلام ألك حاج يا إبراهيم بكيري أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا يا جبريل ما أدقى ما إيمان تأدقى وحمك هذا ما بحني لكن ربك ونبحنا هيوني كما مرمي لهي من عباس بحيري هذا الكودن بي إبراهيم عليه السلام مرقى دبقى اللي قلت رأيك أولها حسبي الله ونعم الوكيل كافي هاي بوايو وايو و الله هو يال إلهي وقادر على كل شيء إلهي أوضح لها دبك إنه بيكون بختيه أوضح إلهي لها إنه دبك دبيكو كلا كحيريه لكن إلهي السنة ما استعمالينه قدرت إلهي استعماله وحيري قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم دبكو هل عيا وصفاتي سيانا لغزول أيا إلهي أمر روحه كل دويري إبراهيم دوشي سواحد واحد قبوه بس يا نبض نبت قال يو يا قبو صدو دون يلا وإلهي طب هو العيا صفتي سيولي هي لكن إبراهيم عليه السلام حد يجلك سكوت على مجو بكراي بل نلش الدين هو وفي على إبراهيم وحي صومر تيبال يري أفرت كين مع الموضوع دبك كود حجري وإبراهيم عليه السلام قصص قصص القرآن كوي كبوحا قصص كلها إيمانية لكن إياكو عبرة قادنا يا مانت
سلاتيسي هاجرة إيا إني جيس إسماعيل أفغيت فقاتي بولي ميدا أفر برود حدود من مسجد الأقصى كسوق القدس إلى وحوك يعني أرض الحجاز قل كلهم أبي أي بعد على هيد والرب كوير يا هيد وبناء يكون نولين وحتى قال هذا استعان على هيد هل كان تو إبراهيم دجا هاجر إسماعيل أي الله قوي يدك كان نقا سكان نقا الله قوي هو أمر هاجر دادا ودادا الما هذا قبسة وقبسة بيه انتنا كوها يايا هو لدى دع ولدى دع بعد انتنا كوه سدايا قبصة وقبصة مرقى ابو السلامة ومكة هل قال مكة كتها لو ايان داتك حجيه لا يقانيه ورستا كويلك ايا الرفاتك ايا دو الزمن كينا المانتا نفقية ايا والدوين ايا وحوال بلقو دياري بيه قبو حتى نمال انت حجيه اي مادان وحي مادان ايا كدال لن بي مادين ومدو بادي ما شاسو اسبابا لهيك ورما بريقاس هل كاسو إبراهيم هاجر كذا بقى؟ مرقاسي هاجر كذا بعد سوي كتر إبراهيم ما أمر إلى هيبة مرقاسو ها إلى هاي لما ضيع عيسى سعد كتر إلى هاي ها لما ضيع هوا إلى إذا إيمانك كذا كورما كل سنة الرب يجد أكو قبت أجا حالة ما أنت مسلمين تعالوا وكلنا لك قياس أسباب تلقون نولانو أكتئ دم تعلو بادية بيه ما هي ستو وهل ما هي ستو ما شو وادع عطش ريا مند مركي بدع عدور عي شام دون نيان حبيني نمران مويان مالين ما مري كرام بلي حد يمالين هي عيال دوغ صوب بعضه أم بيود ما نيان هالكاس أي النبي إبراهيم لقو يري هاجر أي إسماعيل هالكاس كذا بقاق دنا هذا كنا قدس كنا يا إلالين يا مركا يا إلهنا يا يا أرزاقا يا يا دريدة كدبايا إلهي باكدبايا لكن وأسرب قلبك ومعرفة إلهي بادكتي هل قيناك ما أنت الزبك يا مسلمين توحيدك وحرفك ونوض لي الله أسرب داس إيمانك يا توحيدك وقلبك وقودك قلبك إذا الله يضيعنا إبراهيم مربع دي أمر إلهي أنا قلت دكتور نقل نقطي لما ضيع يا صعب يا كتر سجل نقول فلان بورتا قراش يا بمر بوجي إبراهيم استاجي وقرت حتى عبد الصوب يا مولانا إنه سن أركين دعاء وكدعاء واقع قرآن كلا هين نقول شيء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون دعاء ذي سوحة وكمل أبي دين بوك بلابي أدوية كما بلابي إنك مركان دعاي سنة إن دعادي أنا وحن كبلابنا أدوية ده لهو العقسي لهو سنة كان عيالك امتحان كان مريانا هباسان أدوية ده إلا إله إلا ودي سواي في عنتهي لكن هداية ده الرئيسة دين ده الله الرئيسية إبراهيم عليه السلام وجدا ما شوريك يصدقي إنه بيلعان تهي إنه بيلعان تهي إنه هلا إنه كوهي سنوار كيا لكن دعاء ده وحاو كبلا بالدين بو كبلا بي ربنا اللي يقيمه صلاة وحو قرن يا حد يرير كاسي الصلاة ده أي ليهين حد يدين ليهين حد إلهي حلل إيسا ليهين أدوية دنا ويهلا يا الله سوقفك مسلم كدين بي كبلا بتا أدوية كما بلا بنت نبا أي النبي قال نوي مدا عليه الصلاة والسلام ويري يا رسول الله ربي جاي مركان بري يا محمد عبا يشك قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وتدعى ذنب يدو قل وحات هذا اللهم الله يوم اغفر لي إله ودم جاي قداف وارحمني إله وإن حريص واهدني إله ويهنوني وارزقني إله ويرزاق أرزاق دواء عريقك قلنا يا مانتا إما عيشد النقوات يأي ومع صدى بدن ويا لذلك النبي يقول حوت الماما يا أمدا طريقة سحدة اللي قدوا عيسوا طريقة دي أول ومحي إلهي دم دافو يديسو وايو دم بقى أغن فرحة بدن لي أيا نولش عريقك قلنا يا
waxa nolosheena maanta bala baraka la noqotay tijaaradu way badanaysaa tacliintii way badanaysaa wax walba way badanayaan maciishadiina way sii adkaanaysaa dhakhtaradii way badanayaan hospitaaladii way badanayaan farmasiyadii way badanayaan daawadii way badanaysaa bukaankii muu yaraaday mise uu batay bari sheega hospitaaladii way bateen doktoradiina way bateen daawadiina way badatay dadkii bukay ma yaraaday mise way sii bateen tacliintii mutacallimiintii way bateen laakiin noloshii ma ciidhi ma sii galaysaa mise fudayd bay noqonaysaa bal iga jawaab cidhiidhi adduunyadii way badanaysaa dhismihii uu badanayaa ganacsigii uu biirayaa tujaartii way badanayaa wax walba way badanayaa laakiin maciishaddii way sii adkaanaysaa barakadii bay naga maqan maxaa nolosha maciishadda maxaa cidhiidhiga gelinaya waa kasratu dunuub dunuubtaa badatay macaasidii baa badatay kafradii baa badatay diin la'aantii baa badanaysaa fadhigii masaajidda ayaa yaraatay ictikaafkii masjidka yaraaday majaalis alkafla badatay majaalis alkafla dadna markaasa noloshii waxay noqotay cidhiidhi lidaalika nebiyadu calayhim asalaatu wataslimaat meeshay ducada ka abaarayaan u fiirsada rabbana la yuqiimu asalaa fajcal afidata min annaas warzuqhum min athamaraat midho la cuna ku arsaaq midhaha u dambaysiiy arsaaqadii diintii horeysiiyey cibaadadiibuu ku xujisiiyey in ummadda ilaahay aqalkiisaas waa beytka ilaahay ee muxaramka ay quluubta muslimiinta ilaahay u soo jeediyena uu ku nabeeyey ducadii midho la cuna ilaah ku arsaaq buu yidhi xataa beera ma odhan midho la cuna ilaah ku arsaaq asbaabta asbaabtii nolosha markaa ilaahay ka siiyey haajara maa u zamzam baa loo soo saaray safar ree yemeneedaa soo waacday reer hoogii bay soo rareen way la degeen makat almukarama waxay noqotay magaalo ganacsigu ganacsiga shaam iyo yeman u dhexaysa oo reer shaam markay imanayaan badeecadda shaam laga keena maka la dhigaa badeecadda reer yemeneed markay badeecadda doonayaanna maka yimaadaana makay ka qaataan halkaa markay magaaladii maka ay marayso tuulo biyihii ay dhex yaallaan oo biyo leh oo biyo leh biyaha dhex yaalla tuulada baayac mushrikii baa ka socda ayaa lagu yidhi jibriil baa u tegay ibraahim oo waxaa lagu yidhi rabbigaa wuxuu ku amrayaa islaantii haajaray iyo ilmahaygii ismaaciil ee maka dhigtay inaad ka war doontood soo aragtaa lagu amraya orada u teg soo arag buurtii uu gadaasheeda ibraahim markii uu ka ducaynaya markuu buurtii iskor taagay muxuu arkaa tuulo waa meeshuu kaga tegay islaan iyo ilmo yar waxay noqotay hayjad biyo leh baad leh magaalo ah oo dhisan baayac mushrikiina ka dhex socda jibriil baa ku yidhi yaa ibraahim rabbigaa wuxuu ku amrayaa inaad haajariya ismaaciil isha aad ka soo aragta bas faraskaagana aanad ka daadegin kadibna waxaad ku noqonaysaa qudus yaa jibriil xaaskaygii weeyaan waa ilmahaygii ismaaciil inaan arkaan rabaa un la fadhiisto un waraiste may inaad faraskaaga ka degto amar uma haysatid waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat fa atamahun ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay dadka ilaahay jecel yahay adduunka dusheeda waa la ikhtibaaraa waa la imtixaamaa sidee lagu garan hadduu qofkahaddaan la imtixaamin sidee iimaankaaga lagu garan marka qofka muslimka ee muminka ilaahay xaggiisa imtixaan loogaga keenana waa marka la doonaya qofku qalbigiisa ilaahay inuu ku xirmo ha argagixin ha quusan waa marka la doonayo in iimaankaagu adkaado in yaqiintaadu aad tidhaahdid ilaahay baan haystaa waxba iga xuman mayaan yaan haysanaa allah baan haysanaa xaalad adag markii qofka muminka ku timaado waxaa la doonaya inuu qofku yidhaahdo ilaahay baa macayga ibraahim calayhi salaam intaasoo imtixaano fara badan ayuu maray waxaa ka mid ah imtixaankiisii u dambeeyey waxaa ka mid ah imtixaanadiisii ilmaha ismaaciil uu sagaasan jirka uu ku dhalay ayaa markii dambe lagu yidhi qaado
sida neefka xoolaha loo biray u soo biree magaaladii buu soo galay ibraahim ismaaciil aawe ismaaciil waa kan nimari aabuur xaggee saaxiibkii baa kula kulansiinaya nimari buu ka yidhi uu qaaday halka mine ee xujeydu dhagaxa ay ku tuuraan ee dhagax tuurka halkaa markay marayaan ayaa yuu arkay ismaaciil oo didsan markaasuu ku yidhi aabba maxaad arkaysaa aabba waxaan u jeedaa oon arkayaa nin baa igu leh waa lagu gowrac odag uu ku gowracaya ay ka baxso markaasuu yidhi aabba waa iblis weyna dhagaxa ku tuur buu ka yidhi halka xujeydu ay dhagaxa ku tuuraan ramya aljimaar halkaa markay marayaan buu la hadlo wuxuu ku yidhi falama balaga macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaam anii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa abat ifcal maa tumar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin halkaa markay marayaan buu ku yidhi aabo waxaan ku manaama anigoo ku biraynaye adiga bal maxay kula tood odhan lahayd buu ka yidhi markaasuu yidhi aabo aabba amarka ilaahay buuxi buu ka yidhi fuli anigana waxaad arki doontaa inaan ahay adkayste sabir badan inaan ahay baad arki doontaa oo saabiriinta ka mid ah ilmaha ibraahim kuma dhalin labaatan jir bal ismaaciil waxa uu ku dhalay sagaashan jir odayadu markay ilmaha konto jir ku dhalaan baa la yidhahdaa war ilmahan waa ka dhigi leh ma konto jir buu ku dhalay soo maad arkay ilmaha odag uu jecel yahu gacanta un haysto ayaa lagu dacay horma konto jir buu ku dhalay kan waa ka sii dayn leh igu markuu konton jir ilaa intaa ka horeysa ilaahay ubad una siinin ee konton markuu maray ilaahay ilmo uu siiyo ilmaha ka labaatan jirka ku dhalay waa uga duwan yahay maxaad u malaynaysaa nebi sagaashan jir ilaahay ilmaha uu ku siiyey oo haddana la leeyahay sida neefka xoolaha loo bireeyo ilmahaaga u soo biree waxaa cajiiba ilmahan aabbihii kuma ag barbaarin laba qiso cajiiba qur-aanka ku taalla labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim qisadii nebi nuux inankiisa markii ummaddiisa la halaagayey waakii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga waxay ku raacana doontaa saar ehelkaagana doonta ugu yar inay fuulaan waakii nebi nuux inankiisa u yeere ku yidhi qaala yaa bunay yarka macna walaa takun maca alkaafiriin qaala yaa bunaya inankaygi yaraayow irka macna nala soo fuul walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta ma cuura ha noqon buu ka yidhi qaala saaawii ilaa jabalin yacsimunii min alma qaala saaawii xataa aabba ma odhan baa la yidhi aab ilmo aabbihii u yeedhay ilmo waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabbo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaas sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta uu bixiyey u fiirso ismaaciil wuxuu yidhi yaa abat ifcal maa tu'mar aabba amarka lagu amray buuxi buu ka yidhi laakiin nuux inankiisa wuxuu yidhi saaawi ilaa jabalin yacsimunii min alma xataa aabba ma odhan baa la yidhi dhallinyaradaan sheegayaa iyo ciddii waalidadoodu maanta ay nool yihiinow waalidkaagu markuu kuu yeedho hadday hooyo ku yeedhana hooyo macaanay dheh hee hooyo macaanay hadduu aabbaha kula hadlana hee aabba macaano dheh waa ilaa haddaad hoow tidhaahdid keliya hoow ba maxaa tidhi hada calaamatu caaqul waalidayn weeyaan nuux inankiisa badbaado ugu yeedhayaa inankiina badbaadadii uu iska diido wuxuu yidhi buurtaasan biyaha ka fuulayaa faxaala baynahuma almawju fa kaana min almuhraqiin baa ilaahay yidhi iyagoo labadooda hadalka isweydaarsanayaan reerkii mawjadihii duufaanka ayaa dhex maray deedna inankiisi waxaa ilaahay ka yeela kuwii qariqmay kuwii kanna waxaa lagu yidhi innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada taraa waxaan ku manaamay anoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo bireeyo ee aabba maxay kula tahay buu ka yidhi qaala yaa abat ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin aabba amarka ilaahay buuxi oo yeel aniga hadday noqotona waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta ee adkayste
labada aabba maaha bay culimadu leeyihiin, maaha labada waalid, labada aabba maahan waa labada hooyo ayaa kala duwan. Ina Nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo Ilaahay cilaaqo aan la lahayn, hooyo nebi Nuux aanan rumaysnayn, hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeeda ku lahayd odagan qaylaya warkiisa ha maqline or haddana haga qabso. Ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cilada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo Ibraahim oo da iska soco, laana ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyada hooyadaa saamaysa ee tarbiyada aabuhu ma saameeyo. Inta badan ilmuhu ma hooyu la joogaa mise aabo? Mid kula joogaa hooyu la joogaa. Hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan, hadday dumarku naga baanaadaan ciyaalku way baanaanayaan, waayo dugsiga ugu horeeya mujtamacu ka soo baxa uu wax ka soo barta waa hooyada. Haddii dugsigaas uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya uu noqdana mujtamac diin danaynaya soo bixi doona. Hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga halaabo uu naga xumaado, ilaahay nagama xumeeye, waa haweenkan u jeeday. Hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalloocsameyn ogaada. Marka dumarkeenna, xaasaskeenna, gabdhaheenna, hablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaagiisi baa ku xidhan. Gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta, laba qolo, dumarka iyo ubadka, labadaabay naga soo galaan. Odayaasha dan uma leh, ragga dan uma leh, gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas. Waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan, laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaa bay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan. Lidaalika nebi Nuux calayhi salaam islaantiisu maadaama gaalad ahayd oo gaalnimada qarsanaysay, tarbiyada inankeega iyadaa saamaysay. Ismaaciilna aabihii kuma agbarbaarina, hooyo ku agbarbaaray, tarbiyadii hooyadii baa saamaysay. Hooyo caynkeeya, hooyo Ilaahay ku xidhan. Hooyo cilna markii lagaga dhaqaaqay tidhi Ibraahim oo maamar Ilaahay ba ahaa, Ilaahay nama dayacaya socabay ku tidhi. Ilaahay waa ilaaliye. Ibraahim inankiisii ma gowricin. Ibn Qayyim al-Jawzi raximahullah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac, maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka Alla mooyaane jacaylada kaloo dha qalbigaaga ka sar. Qalbigaas waa meesha Ilaahay addoonka uu ka ego weeyaan. Ilaahay cadamadiisa, Ilaahay maxabadiisa, Ilaahay jacayladiisa, Ilaahay weynidiisa mooyaane qalbigaa jacaylo kale lagu arka lama ogolo. Dadku inay Ilaahay ku xirmaan oo dadku diintan Ilaahay xadhigga Ilaahay qabsadaan waa muhiimadda Ilaahay nebiyada u soo diray, waa muhiimadda nebigeena loo soo saaray calayhi salaatu wasalaam. Dadku Ilaahay ku xirmaan. Adeerkii Aba Taalib baa u yeedhay rasuulka maalin. Markaa nebiga Quraysh, Abu Taalib ee Quraysh baa la fadhidaa. Markaasuu loo yeedhay rasuulkii Ilaahay u yimiday. Aba Taalib oo sakaraada markaa wuxuu yidhi Maxamed oo adeerada baa ila fadhiya Quraysh, akaab oo Quraysh baa ila fadhidaa, aday kaa cabanayaan maanta? Maxay iga cabanayaan? Ilaahyadoodii baad ka ceebaysay, odayadoodii caqliga badnaana waxaad ku sheegtay inay yihiin dad maangaab oo aan waxba fahmayn. Aabayaashoodii dhinteen ahla naar baad ku sheegtay, midnimadoodiina waad kala geynaysaa. Intaasoo arrimood iyo waxyaaba kale oo lamid a layaaga caban adiga bal maxaad ka sheegeen buu bal sheeg. Wuxuu yidhi anigu adeeraday wax dhibaata iyaka aan ka sheeganaya ma jirto, laakiin iyakaa khayr la rabaa buu yidhi anigu bas. Khayrka la rabto waa maxay? Kalimatan yaquluunaha, kelmadu may odhanayaan bas. Hadday kelmadaa yidhaahdeen carab odhana boqorey u noqonayaa, cajab odhana jizyada ka qaadayaan buu yidhi. Markaas maxaa tiri? Kelmadu malaha yidhaahda bas. Haddaa kelmadaa tidhaahdaa Qurayshay, carab odhana ininka boqorey u noqonayaa,
عجم أورن إنك جزية دك قاضيا مرجع بيجا البصرك عيري ويلك عشرة ما كلمة يا روح عصير ملك يقول يا ها ثمان جرباك وعلينا كلمة دايش بوكين مرجع أبو نبي كويلي لا إله إلا الله هذا هو الديبان الثاني مرجع سيد هذا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ملا يدي يدي أنت إلا أكيد صدح بقولي لحدا إله أون هاي سنون عاقودة إني أيا باهيدة يدي دبولي ليه محمد موحو ليه متكلي يا عاقودة أرغاس واري الله ياب ليه محمد دين دي سفوكة تغي ما إني إني قدريري بيلا ذا الماشا إلا يدينا عبادة عاقودة إنينا هكو سنورو أنا سكاف كسنين نغا مريا بيلا ذا أيو أبو طالب نبيك كويري هذا الحنب كماد ونبي وامح ما إنت أم بكبدة يال ها إنت أم بيديدي هنا أدر هذا كلمة دائرة دبور قيامة أكون بركاتك عين سكرات كبه يا مركب أبو طالب كلمة دائرة بس كلمة دو قيمة بدنا وكسر نغضي أبو طالب أبو جهل ما وصل نغضي مركب أبو نبي ورسول زيارة أبو طالب وهو أرك أبو جهل وأكفر ليا مرقى أبو نبي وأكفر استوح وكل يا عمي كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة مالك قيامة كوك دود دوناي كلمة داون أنا قمر مغشي بكي لا إله إلا الله مغشي قيامة كوك شفع عبادي مركز أبو جهل بو أيقي أبو جهل بايني مركى أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب من ملة عبد المطلب بعد ما أنت كتكيسا ومحمد بأوركي سقانا نيسا أبو طالب مركا هو أمسى مركا أبو هذا النبي يقول الله حلو كيري يا عمي كلمة نحاج لك بها عند الله مركا لي كلمة دانيك إما قشيه إيده مالك قياما قوشة في عبقا دي مركا سوء أمسى أبو طالب هذا أبو جهل بسوء جديو كيري يا أبا طالب مدينة عبد المطلب بات كتكيسا ومحمد وركي سقانا نيسا هذا مركا أبو مرلا باتكو عليي مركا أدن بيسا أبو طالب حيري على ملة عبد المطلب بان كل من محمد ويدابو كيري حان كود من ملة دي عبد المطلب بان كود من دين تيو أبا ياشي كتاك ماي محمد واني قسك كيدا مركاسا نفتي سيكاد علي بان لدي مركابو النبي قانو عليه الصلاة والسلام سقو للمين يوكاك عي هلكا واكي الله قرآن كسو دجي يري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قال ذكو جعل تمسو هذين يسد كي لا هي ودونا سياسو هذين ايا مركب رسول كيري يا عمي لا استغفرن لك ما لم انها عنك يا عمي اذكر يوم هدي ما انت ادو هذا شهاده ويدي اذنت كلمه مرء ما قسيسد ادس كديدي انا كان حق بعد يقول هذا هي والد جاي بعد تعاي وحان اني كنا كنت داليا ان الى هي دمدافع ان كو ويديو انت الله يري بكهر مرقاس رسول كانوا بلابين ادعيوا اذيركي وقال لما كنت انت ولمنا ابو طالب صحابتي وين مغلان نبيكو اذيركي بو ادعينا يا ايكونا اعضيا شوب بلابين مرقاين ادعيا وإلى هيد المدافين حريسوا ويديا مرقاس الى هاي كددوا يري ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما يهاني نبي محمد يا مؤمنين ترعصا إلي إلي الكوغية قربدو دي كوغي قال لماذا كنت انتي كوكي او عدا تكذب إلي أهل النار أيهين إلي إله الدمدافع ويديان ودعيان أرين تاسي أرين بنان ماهين كجو قبان نبي قلقوني مركز كلمة داس باتكويني كلمة دا إلى ذا أي نبي قلبي قلبي سكوين عليه الصلاة والسلام إمام مالك رحمة الله عليه أي مال وحوار كين عند اللي يراه وشارب الخمر يا وسكرام مركا لأن مرق السكرام يركي يرا سكرت دي باك السينيسا الله 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 شيخ أويابي والسكرام هي اسم الجلالة عجيب عمامة دي سينتو صوق عدي أي صوص صعبي باليرو بريركي يخمر بيبو أفكك قبيي وعسير بالمقعن مقعي إلهي اسم الجلالة أفكر وكسر ضحايا مات كم مساح دي دا لأن مرقاسو كم مساحي بالإساس وكم مساحي لأن مرقاسو لشيخ
وسكرانسني إجتك وسكرانسني إسكك كيدا مركو كبي يجيب وسكك تجي هبين كده وود عيي بالليل إلى هون قلبي سادة هي سو هذا إمام مالك رحمة الله عليه هبين كمركو جيب سدي أيا منام بالغو يري سدى أنا كذا رادة يا هذا قاف في سدري أكيد خمرك على قلبي سي أيا أنا كنا هذا كذا رادة قلبي سي خمرك على قلبي نبي إلهي كيوري خلاص صلاة دي مغرب صلاة دي فجر إمام مالك مرقود صلاة دي تجيه دتك درسي جيبه بالعربي وحكاد حركي يركي رأيه درسي جيبه فنية مركز ما يسجيبه عمي سماه مركز وقويا لمركو درسي جيبه ميو وعور يركي متهد هاوانيقي سيو حجران بليشك وذيقن ساجدك إلهي وعور حالة دي دا حالة دول حالة تولي كي كاغا وراني باني بني سواء دي بوكي حالة بايدا كي حالة تولا كاغا وراني عديقا ام باني غنا سواء دي نحريس إنا نحريس نغطى على غربا قفك مسلك والرحمة تتكين عنو نحريس أنو كم مانت من المسلمين ايا إلهي كبوان او حريك إلهي كبوان مسلمين سكدا سلاتك وتكريا غلالك وتكريا أي نبي وعيد ديك وحيري والذي نفس محمد بيده نفت محمد كي قعنتي سكجرت يا خدارته وحكوهم يا رسول فينا نرابو حابي صبر دبي شدا هبلو صلاة داقيم هبلو صلاة دوبة تكبح كوا غلالك وتكريا انتو نوو ادارتنا غلالك وصبب أي كوهم يا رسول فينا قصوا لي رسول كان والنبي جي والنبي جي نحريس تبنى والنبي جي إلهي ويري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والنبي جي والنبي جي أركي حرك بو أركي مسكيتي خدا حيرا بركة بو أركي النبي وحركنا يا لبوي وعلى الحركنا يا حري زين نبا حدته محي قدك تا صلاة الليل كمركة كدا شيء قبستا وقوي النبي وحركي حري عماشا انت اذكر احسان وقبتها وعماشا صنها خيرك الهي خيرك ملائكته اني قريان كما الدعلم النبي يقولي الا انكو خيرك سمين دي سكت دعلم ويا حبين قاد نشاط كاتهين تكلم النبي يقولي حبين قاد دالتين اسكت سيحضة برسولك يقولي نحرستي سيئك ام المؤمنين جويرية رضي الله عنها هل كي سلاة الليل كنت كنيس ايو النبي يقول صورة برقدي يدو فرد برقدي وسجال كل صباح نمو أما طبنكي حالي هالك سيرت لك كوب بلاضي مركز النبي يقول يا جويرية ما هالك أجاك تجيب فدى لا ها هالك أديك تكتب فدى النبي الله ومن حالي سيرت لك هالك كنت كوب بلاضي صلاة إلى برقدي وعيوف فدى مروى صلاة مروى قرآن مروى ذكري مروى مناجاة مروى الله بري ويا إنك دمر كن ما أنت ما شاء الله مطبخ الصباح دي أي قشيك أنا دعنا قرمة قرمة كصباح ده عشائك كمه مالين تدر كميرا يعني هاوين كينو هود دير باقل كاللوغي يبين يان مو يعني واحك لو رن ميسي درك الله ميرا يبدي ديس أشياء ما نوقات دينا كبحينا إنا إيا كنا أعمال بوقتي وقو كبحينا إن أوقات أعمال مرقاب النبي قو كان حي سعي بادة ديس كو قد تحلو جنيس مرقو أركي أيو نبي قو الدبعي ووحو كو يري أذيك الدبضاء أفر كلمة دود وصدح جركو علي أيا وحي ما انتو دم خير هات سمعين اي سي حدي ميزان كاللالات لقي لها كفد ودق ملاهي بو نبي كيدي ومعي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صدح ذا أفر تا كلمة دود وصدح جران الى ابو رسول كيدي أيا وحي ما انتو دم خير هات سمعين اي سي حدي ميزانك لا لدغي لها ودغ من هيد النبي كيدي نبي قال نحريست بدن عليه الصلاه والسلام ان حريست بدن ايا دارنا يا اوله والله وحن كهم يا النبي قال يا هي كو اقلد كو دحت كنايا ان دب سو قبت سيان دوني رسول كو يري كان تكنينا مركا كورما وردلكينا ما انت تكتي انت تكنيا ما بدن الجواب يا انت تكون بابا
وهذا يتتولى صومر يتولى بلقينا قتال قبل كان سلل لحن لحن أوكليا أيا صلاة الفجر لتو كتجمع سيدات مثل لحبي هاي واقي مركو بريان وريسا نتولى دي وعالي لتولى ذا لحب غلو قيس بكنول سيدات نمبا صلاة الصبح كسوتو كتب نقصان دينين نقصان دينين ما انت ويت على مال والبع لكن دين تعد النقصان ده كب حين يسي ايا ما انت وماذا كم قال ما انت شغل الدوية ده ده ذلك قال انه شيخ مايو سبب الى لها تجارده تعليم سبب الى لها حنوك سبب يولي هاي قف والبطريق الله مروا لها سبب كستي وحليه وحضرنا اسباب الى هاي ويا لي لكن اسباب تومده ايكو حنون يسي ما انت وماذا ويلوني مساجد جمعه إلا بوحو وآل لو تكنايو أيا نين قروح بدن ودر آذو قروح بدن ستا أيا صفقه ركوتو كذي وكسوك عي علماء دي بوي مدي وحبو دكتا أقوش يا شاخ إمام كان مكرفون قاتو حيري نيكا ولالكين ندول تاقن وحولي جمع مسلمين تو أولاد إلهي هايوي ديان بولي ودعي بولي والله دعي ما شاء الله هذا جمعه كانوا سوك عي دعاء ذي بقول شكتي والله دعي هذا نجم عيسى دعاء بصوكعي دعاء ذي بقول شكتي والله دعي نن علماء ذي كم ذا فكري وقياري صفر يسبيلو وعلى إيه مس هذا مر بورستي بكيري مركز الرمى ببورسنبا بالكورة من نكاس صحبة دعاء ذي ساس مسوان سا دعاء لأسي مجمع عادن أولياء علماء أبنى ودعيين إلما مكوه عليا لماذا؟ محوه ويلم بلشك خلاف السنة سنة الإلهية دي وخلاف سيئة طريقة دي الله مرة يسحنا ممرين مركة أصوك عليها يؤدي سقره دي سوحا لم يضيع لن أفرد مرة له أولي أبنى أنكو تحين لكن مركو يرمى بقر سنبا أيا اللي يروروا النبر باكا قلدنه أرت سوق قرصو، أرت النمبر كاسك صوصح، النمبر كإله بري. طيب، هذا الجمعين كله صوكعي، نكي حالة دي سوق جاي حواشة كقاربة، أيها الورنا قفل سوريا، أنتوا يمين بمشي بفريسي، علماء دي ما كتر ورا ما نكي دعاء الدنيا خير كبرنا يدعاء دون كي، محاد فريسي ولا جيلو، مركز سوري ورنا النمبر باك غزل بوري نكي. مسكح ذو حكير قبع سيادكو قراتي يودي ما بقرسين بيودي ايما كل جين بدك ما انت مسلمين تو ان مسلمين تو اعز الناس بدك الدوية دو قش شرف بدنية النقضان مجعل ايما سمجعلين بل لك يجعلوا قعدة تاك لكن طريقي مسلم بو عزيز كن نقونا يي انا انقاضنا الديار ما ونحي ما ونحي ومنهم بصدق يجيرك ما حقا دحاية اسألكم ما حقا دحاية صوما جيرك ما اسكو يميدي ويتشبين وحيدا دين حبين والبا بصدق طبان لباتن والله ندميه سينو بدبانا كطلب حيا جير باري لمركة الرأي في عبو سوى جيديو وحو يلي ومثال يعني كور كورتن عورت الله سورة صومة غانان جرس قيل الله سورة حال قادعو بصدق قورت ده لصوص ولقول si markay soo socoto shanqada loo maqlo dana looga dhunto markaas ay jiirka oo dhan baa idi wallahi fikradaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyay waan isku raacnay marka jiirka sheekhoogi ugu weynaa baa yiri waa hagaaga ayaa soo suray guud soo saamayde nabi ayuu salaaya dadka muslimiin jeedan maanta inay diinta dhageystaan inay diintu nolosheena ka muuqato إني مسلمين أعز الناس إن نقدان إن جعل وجعلها لكن مركل لجار الدين تدريال كيجي نقول بق جارك دمو قشنا يا مركيبا وروح بق جارك دمها قشنا جارك هو رقشو يا وديار جارك ولا ينقليو إن شاء الله هذا الله إني غفر حيو الله إني غفر حيو هاي نوبل لنا دين تدريال كيجي إن الوقت كبحنو تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك
تفرغ لعبادتي حديث القدسي في تفسير ابن كثير بكشاقي في شرح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى عباكولة تفرغ لعبادتي وارطاع ضيدة عبادة ضيدة دين تيدا وقت أصمي بإلى عباكولة ابن آدم هذا الدين ده وقت أصمي سمحنا ليس أمرك أملأ صدرك غنى بإلى عباكولة لا أبتان أن يقول لك أقب حين بإلى عباكولة هضم هل كان لك نقض غني غنى النفس بأكسين ويان بعد أن أكون دبولي بإلى عباكولة يحي وأسد فغرك الباب الفقر يقولون أنا كذبوا لي بإلهي وكاحد يا وإلا تفعل هذا عبادة ديدة يطاع ديدة يدين تيدة أذ وقت السين وإذا بإلهي كل ياي باهدا دنا كذبوا لي منه قعن تادنا مشغول ما كدي جنب إلهي يدي ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك أفر إلا ما تنقى ساعة مشغول ما كدي جنب إلهي كيدي فقر كان كاحد منه والله ما أقوله متهود على ما أنت كيف فقير كي وعبها يسن مرجع جماعة بوتر تيتر على الله درت النرع وعلني ما هلا يلايو وحنا ما يسد به مشغول بارهيب وكورن وحنا ما يسد به هذا مقاعد بفديا دور كي مقابل فريستقاب بابور تطريق اللي ريان يبغوا كلام تساو عيجيا بيبي سدو جينيا هذا عادة بوال ولا نهيله ينو بالكن ما أنت لقى صو صارينا كل ما ندمو قشنا يا وح عالم كذا عيون الله صعبة آخرة دي سنور وما هي مرجع جماعة دوت تيجي ترى ده نمسكيت كنور راع إيه يا إله هذا الجسم اللي دقيس مشغول بانه هو نمهله لا يو وح مشغول كده هاي وح مشغول كده هاي عقوبة خود على مشغول اللي ده كي ما الخبين كاهانا إيه هاي سي كنت كنا صنو كنت صنو أما بقول صنو هذو هردو وحو عني لها يسوى بانكا أي أقول جرتو هذا الفقر بك بقيا ما دعوه ما دعوه سقى كنت صنو ما بقول صنو قوت يسي لها من أصاره هايستا هذا ترى إله درت أباح أو مسجدك وحقشو أو مدرسة وحقشو أو معلم قرآن ما ركتان أنا فقدي سنة قبعي هذا اللي إله هذا وعليا هيا حبا ما هايستا سقى نوحا كون دعي عقوبة ده ولم أسد فقرك الباب هذا فقرك كاحر من بين هيولي هذا دينتا يا دعوة يا علمك يا مساجد سيد ومد الله وصوح لها أبغتك أبهي ويدو لما لا عقوبك بعي سقفك مشغول أفر لما تنك ساعة مشغول بلغة دي أفر لما تنك ساعة وكيبا لما لا عقوبة إلهي ونقفه إذا مدون إسان هذا الله ينو زيادة مسلمين تميلي جوغان موافقين من دمان الله سيئ قفل بالكن فديا كربدا سارن الله وديك او قال كربيسه كربدا الله وقاد دليرده وخبرن سن الله تعلمت ود الله بركه علمدان الله علم او علم نافع الله كيل دلكنن دولتنا ددكنا شعبكنا الله ودينته كو ودن الله كيل الله كو مساجد عمر الله نغيل كو دينته كور قاد الله نغيل وخي دبنا ولا سو مقال دبتا غدو الله كو علي وخي خير نو سو ودن خير الله كو كالمه مسلمين تأدون كمال كستيج أغان إله من نمد وذي موافقة وذي إله سوء علي هداية مسلمين تإله توبة يتغير الأعمال كوك الله ديش قال هذا إله سوء هذي قال هذا إنتي هداية دادوك طلق شهداء وغي إله سوء هذي تتكي نوحي دي بدا جوغان إلك جوغان إله كو إلالي كو دين تادا يدادالك دين تدري الإله كيال اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وشهادة عند الموت ونعوذ بك من سوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد